حادث مأساوي ذلك الذي شهدته منطقة صاقعة في أم الشقاق ببلدية القديد غرب ولاية الجلفة إثر انفجار لغم أرضي قديم. وذكرت مصادر أن الحادث الأليم أودى بحياة 3 أشقاء عن عمر ناهز بين 15 و21 سنة في منطقة صاقعة في أم الشقاق ببلدية القديد غرب ولاية الجلفة ليلة أمس الجمعة، وتوفي 2 من الأشقاء في عين المكان فور وقوع الانفجار، بينما نقل الأخ الثالث إلى مستشفى المدينة لكنه توفي هناك متأثرا بجروحه البليغة. وذكرت المصادر أن ضحايا الفاجعة من عائلة حران بمنطقة صاقعة وهم شاب وفتاتين. هذا وتم فتح تحقيق معمق في أسباب الحادث الأليم.